تتابعنا في نشرتنا أيضا. هفال أبو بكر معلقا على الأزمة المالية بالسليمانية: أصبحنا ضحية بسبب عدم توفير السيولة المالية الكافية. وأحصائية توضح أن ضحايا الألغام تتجاوز 13 ألف مواطن بكردستان. ومتطوعون في ليبيا يعملون على ترميم المصاحف القديمة مع حلول شهر رمضان. وكييف تتهم موسكو بارتكاب إبادة في بوتشا، وموسكو تنفي بشدة. وكيم يو جونغ توجه شتائم قاسية لوزير الدفاع في كوريا الجنوبية بعد تصريحات هاجم فيها المعسكر الشمالي. ومقتل 20 شخصا على الأقل جراء أعمال شغب بسجن بجنوب الأكوادور.